أيها الإخوة، لقد هبط الآن منتخب المملكة العربية السعودية، يتقدمه علم كتب عليه منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، وسيقف أمام المنصة الرئيسية بجوار الحكم ومساعدي الحكم. وبعد لحظات وها هو الجمهور يحيي منتخب المملكة العربية السعودية، وأيضا أرى منتخب العراق الشقيق في طريقه إلى المكان المعد أمام المنصة الرئيسية. كل ما نتمنى في هذا اللقاء أن يظهر بالصورة المشرفة والتي رسمناها في عقولنا عنه، رائعا وجميلا يعكس صورة مشرقة ومشرفة لما نتمتع به من أخلاق ولما وصلنا إليه من فنيات وعطاء. أيها الإخوة، لحظات ويبدأ السلام الوطني للمملكة والعراق. أيها الأخوة المشاهدون، وهكذا عزفت موسيقى القوات المسلحة السلمين الوطنيين للجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية، وما هي إلا دقائق ويبدأ الشوط الأول من المباراة. وأترك الميكروفون للأستاذ سليمان العيسى ليعطيكم بعض البيانات الرياضية قبل بدء المباراة، وسيتولى الوصف والتعليق. أيها الإخوة الأحبة الأعزاء، يا من تنتظرون لقاء أحبتكم اليوم، منتخب المملكة العربية السعودية مع منتخب الجمهورية العراقية الشقيقة، يا كل الأحبة في هذا اللقاء العزيز، أحييكم من ملعب رعاية الشباب بالملز، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة مباراة كبيرة آمل أن تكون نتيجتها أيضاً مشرفة ورائعة ومحققة لآمالكم ولطموحاتكم ولتطلعاتكم. قلوبنا اليوم مع المنتخب، دعواتنا اليوم لمنتخبنا، عيوننا أيضاً داخل الملعب ومن المنازل وأنتم تتابعون هذا اللقاء الكبير مع أبنائكم، مع إخوتكم، مع الشباب السعودي وممثلون هذه المملكة الغالية تمثيلا مشرفا بحول الله، يرفعون به سمعة الكرة السعودية، يعكسون الوجه المشرق للرياضة في هذا البلد الكريم، وهو يجد كل دعم وكل تشجيع وكل مساندة من قبل حكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله،
وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني. أيها الأخوة المواطنون، اليوم لقاء منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب الجمهورية العراقية الشقيقة ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية في كرة القدم على كأس العالم. اليوم ربما يعطي هذا المنتخب تذكرة لهذه الجماهير انطلاقا إن شاء الله إلى كأس العالم في أسبانيا، وربما أيضا يضيء لاعبونا اليوم النور الأخضر في هذا الملعب بمثل اخضرار هذه الأرض وبمثل اخضرار الشعار الحبيب الذي يلعبون به اليوم، وقلوبنا تخفق حبا وولاء وإخلاصا لهذا البلد ولقادته. أيها الأخوة المواطنون، لا تجد مكانا لقدم في هذا الاستاد، فعلى الرغم من رحابته وهو يتسع لأكثر من 35,000 متفرج جاءوا من كل مكان من هذه المملكة، ولربما أيضا جاء إخوتنا أشقاء من دول الخليج يشهدوا هذه التصفيات وليستمتعوا أيضا بهذا اللقاء الكبير. أستعرض معكم أسماء منتخبنا في هذه المباراة: سالم مروان في حراسة المرمى، في خط الدفاع محمد عبد الجواد، أحمد نفاوي، صالح النعيمة، عبد الله عبيد الحربي، في خط الوسط يوسف خميس، عثمان مرزوق، أحمد الصغير، فهد المصيبيط، وفي خط المقدمة ماجد عبد الله وأمين جابون. يلعب احتياطي مبروك حامد صبحي، كمال الخطيب، صالح خليفة، سعود جاسم. العراق رعد حراسة المرمى، في خط الدفاع عدنان درجال، ناظم شاكر، حسن فرحان، إبراهيم علي. في خط الوسط هادي أحمد، حارس محمد، عادل خضيب. خط المقدمة فيصل عزيز، فلاح حسين سعيد. احتياطي كاظم شبيب، ناطق هاشم، جمال علي نزار، أشرف وطارق عبد الأمير سليمان. كرة لصالح منتخبنا في هذه المباراة التي يحكمها الحكم المكسيكي ماريو روبيو، ويساعده توني بوسكوفيك استرالي، ونيشي جان إيشي ياباني، وسانو توشكازي ياباني حكم احتياطي. كرة في السنتر، وماجد وأحمد الصغير وأمين دابو، وبعد لحظات تبدأ هذه المباراة التي نتطلع إليها جميعا، والتي نأمل بحول الله أن يقدم منتخبنا السعودي مستوى يكسب به هذه المباراة لعبا ونتيجة. انتهت المباراة الأولى بين العراق وقطر بفوز العراق بهدف واحد، وحصل المنتخب العراقي الشقيق على أول نقطتين. المباراة الثانية بين منتخب سوريا والبحرين، وفازت البحرين وحصلت على أول نقطتين. هذه المباراة بدأت أحمد الصغير، محمد عبد الجواد، صالح يرجع على الخلف ورمي التماس. المنتخب العراقي برميها عدنان درجال، ظهير الأيسر، جاءت مربع رقم 6 لعادل خضير، تطلع رمي التماس مرة ثانية لصالح المنتخب العراقي، ترمى للخلف، حسن فرحان كابتن المنتخب العراقي، وفيصل عزيز، لكن في تسلل الحكم ورجل الخط رافع الرايه. صالح النعيمة كابتن منتخب المملكه يلعب تسلل عبد الله عبيد حربي، راب الصغير قدام الامين دابو سريعه، وبيجري معاه عدنان درجال، سيبها تطلع رميه التماس لصالح منتخب العراق الشقيق. ليس هذا أول عراق تم بين المنتخبين السعودي والعراقي، التقوا في مناسبات سابقة. غراب أمين دابو، أحمد الصغير يشيل، إبراهيم علي، هادي، حسن فرحان، أحمد نيفاوي مع حسين سعيد، غراب، صالح للخلف، طهير قشاش، محمد عبد الجواد الظهير الأيسر رقم 4، عثمان مرزوق،
محمد عبد الجواد، عمره 18 سنة، لعب حديثا مع المنتخب، لعب قدام لفهد المصيبي، عمره 19 سنة، لعب أيضا حديثا المنتخب. تمام مرزوق اللي كان عمره 24 سنة، تقطع الكرة منه تروح لحارس محمد، قدام لفلاح حسن النيفاوي معاه يطلعها، عمره 24 سنة أحمد نيفاوي، لعب منذ 3 سنوات في المنتخب. صالح نعيم عمره 23 سنة، الغراب عمره 20، إمام مرزوق 24، يوسف 23، لاعب منذ 3 سنوات، أحمد الصغير 25 سنة، صيفي 19 زي ما قلنا، ماجد 22 سنة ولاعب منذ 3 سنوات، والكرة الآن قدام قدام منتخبنا، صيفي أحمد الصغير تنقطع في خطأ. غراب مين دابو 26 سنة، لاعب غراب عثمان يلعبها وخاطئ، ياخذ حسين سعيد لفلاح حسن، ماشي فلاح حسن حسين سعيد وفي التسلل سالم مروان يلعبها لصالح النعيمة يرجعها لسالم مروان. واليوم جماهيرنا بتصفق بحرارة وتدعو للمنتخب بالتوفيق إن شاء الله، والأعلام الخضراء ترفرف على المدرجات والعب يا الأخضر، وإن شاء الله حيثبتون فعلا لاعبتنا على قد المسؤولية اليوم ويكسبوا ويفرحوا الجماهير. أحمد فهد الصبيح يلا فهد، أمين دابو، أمين وبيموب الجسم يحاول يرفع معه عدنان درجال ياخذها شيلها وفي خطأ، والحكم المكسيكي يقول في خطأ لصالح منتخبنا وفي منطقة حساسة، وأحمد الصغير هو اللي حينفذ. صلح كرة أحمد طبعا يجيد الأوفرات في مثل الأماكن هذه، حكم يرجع المدافع. يلعبها أحمد شلو الدفاع العراقي، ويلعبها أخيرا عثمان وضربة مرمى لصالح منتخب العراق الشقيق. رعد حمودي حارس المنتخب العراقي عمره 26 سنة، لعب 60 مباراة دولية. شوفوا الفارق، منتخب العراقي أكثر خبرة في المجال الدولي. عدنان درجال، عدنان هذا لعب 35 مباراة دولية. يلا يا أمين دابو، أمين ماجد انقطع، حاول فيها ماجد مرة ثانية، ترجع لأحمد الصغير لأمين دابو، تروح لعدنان درجال يرجع الرعد حمودي حارس منتخب العراق. يلعبها لإبراهيم علي عمره 28 سنة، لعب 57 مباراة دولية. طويلة قدام لفلاح براسه يلعبها مع شحد في صالح النعيمة. فلاح هذا عمره 29 سنة، من أكبر لاعبي العراق، ولعب 93 مباراة دولية. أحمد نيفاوي، محمد عبد الجواد، عندك يوسف فعلا يلعبها ليوسف، لفادم صبيح ليوسف، وطلعها منه حارس محمد رمية التماس لصالح منتخبنا السعودي. يوسف لمحمد عبد الجواد، يوسف قصيرة ياخذها منتخب العراق وتطلع رمية التماس، رمية أحمد نيفاوي، شيل إبراهيم علي لهادي أحمد. هادي يمكن أكبر لاعب في منتخب العراق، عمره 30 سنة ولعب 50 مباراة دولية. غراب أمين دابو، موه أمين، والاثنين على الأرض يطيحوا، وسلامات، والحكم يقول انتبه انتبه يا عادل خضير، ترى ثاني مرة إذا طيحت ولا شيء تاخذ كارت. أمين كان ماشي معاه،
مباراتك مع عادل خضير، يعني كان يموه بجسمه امين دابو معاه بمهاره عاليه ولجا الى شيء من العنف وطاح امين وسلامات ان شاء الله يقوم بالسلامه. احنا طبعا كل تمنياتنا انه ان شاء الله يقدم المنتخبان السعودي وشقيقه المنتخب العراقي مباراة حافلة بالندية وبالإثارة. يلعب الخطأ من صالح لأحمد الصغير، ماشي أحمد وبرضه ماشي أحمد وتنقطع الكرة، يأخذها منتخب العراق، لعبة طويلة لفلاح حسن ويجري وسالم مروان بهدوء يطلع من المرمى، يمسك كرته بسرعة على طول لصالح، موقف يتطلب بسرعة. عثمان عثمان مرزوق لأحمد، أحمد لعبد الله عبيد، عبد الله عبيد الحربي يلعبها قدام لأمين دابو وناظم شاكر 22 سنة لاعب من اللاعبين الدوليين في العراق، لعب 24 مباراة دولية، رجع كرة رعد حمودي حارس المرمى، رعد يلعبها قدام، يمشي فلاح حسن مع صالح النعيمة يطلعها صالح النعيمة بعد ما فاتت من احمد نيفاوي، يقول صالح ابدا يا احمد انا اغطي ان شاء الله واشيل كل المجهود هذا عنك، غطاها وشالها، ترجع لابراهيم علي يلعبها قدام يشيلها صالح، رفع صالح لعثمان، في خطا احمد نيفاوي لعثمان مرزوق، استلم كرة عدنان درجال، فيصل عزيز انقطع كرته ياخذها فادم الصيبيح لأمين دابو يلعبها قدام، وفي خطأ وفي كارت أصفر، في كارت أصفر لعدنان درجال، أخذ كرت أصفر من الحكم. الخطأ صالح منتخبنا. أحمد الصغير يلعبها، شيل عدنان درجال تروح لحسين سعيد، حسين سعيد يلعبها قدام وبيجري فيصل عزيز وسالم مروان، يسيب الكرة تطلع ضربة مرمى رسالة منتخب المملكة. سالم مروان صالح النعيمة الكابتن، ومضى 10 دقائق و10 ثواني وما زالت النتيجة تعادل المنتخبين السعودي والعراقي بدون أهداف. صالح النعيمة مع الكرة لسالم مروان، مسكها سبع على الأرض، تركها لأحمد نيفاوي، أحمد لمحمد عبد الجواد، محمد لصالح، لمحمد عبد الجواد مرة ثانية، يوسف خميس المصيبيح يسيبها لأحمد الصغير لعبد الله عبيد الحربي ويتعرقل وتطيح الكرة وتروح، يأخذها وتطلع رمية تماس لصالح منتخب العراق، حسين سعيد ماشي، حسين سعيد يلعبها الحارس محمد، فيصل عزيز اللي جل الكرة على أساس إن واحد من زملائه في القلب ما في أحد، شيلوها منتخبنا، فادم الصيبيح، عبد الله عبيد مراب، فادم الصيبيح لكن يقطع منتخب العراقي، يشيلون العراقي مرة ثانية وتطلع رمية تماس لصالح منتخب المملكة. 11 دقيقة و44 ثانية والمفروض أنه من الآن فصاعدا يهدأ أفراد المنتخبين ويبدأ يهدوا اللعب، لأنه فترة جس النبض بالنسبة للفريقين انتهت، ويمكن كل واحد حس
بنقاط القوة ونقاط الضعف، والمفروض أنهم الآن يحرصوا على تطبيق الخطة المعطاة لهم من المدربين. عادل خضير ماشي، حارس محمد رقم 9 يرفعها وتلعب من فلاح حسن وتصطدم في القائم وتطلع أخيرا ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي وسالم مروان لحم النفاوي. شوفوها هنا بتنعاد طبعا مع الإعادة اللي يعيدها بناء على تعليمات من الزميل المخرج، ربما لا نشير إليها لأن أنتم تتابعوها على الشاشة. ماجد أحمد أمين دابو في التسلل على أمين دابو لصالح منتخب العراق الشقيق. تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية، طبعا كل منتخب من المنتخبات المشتركة الخمسة بيحرص على أن يكسبها ويدخل دور الأربعة لمجموعات آسيا، وبعد دور الأربعة يمثل آسيا اثنين منتخبين. عدنان درجال يلعبها ويشيلها صالح النعيمة، تروح لعدنان درجال تصطدم وتطلع كرة من جهة مربع رقم 8 رمية التماس. شوفوا المدرجات كثافة الجماهير اللي جاية اليوم وتساند المنتخب، وهكذا نريد من جماهيرنا الرياضية من عشاق الكرة من محبيها أنه يقفون مع منتخبهم، لأن هذا المنتخب يلعب باسم بلادنا الحبيبة باسم المملكة العربية السعودية، يرتدون الشعار الحبيب الأخضر والأبيض هو شعار بلادنا الغالية. نبغى المساندة الجماهيرية والكبيرة لهذا المنتخب. عظم شاكر ياخذها منه ماجد، يلعبها ليوسف، يلا يوسف، وبرضه ماسك الكره امين دابو ليوسف ويشيلها ناظم شاكر، شيلها قدام تروح كره لعبد الله غراب، عثمان مرزوق، احمد نيفاوي، وتطلع كره رميه التماس وماجد على الارض وسلامات يا ماجد ان شاء الله يقوم بالسلامه. الكره رميه التماس بيرميها عدنان درجال لهادي احمد رقم 11 اكبر لاعب سن من ناحيه سن في الفريق العراقي. هادي ماشي لعبها قدام وتطلع ضربة مرمى لصالح منتخب المملكة. سالم لصالح النعيمة، صالح لعبها لأحمد نيفاوي لمصيبي محمد عبد الجواد ليوسف، يشيل ابراهيم علي ويطلعها رمية التماس لصالح منتخب المملكة من جهة مربع رقم 5. ربع ساعة وما زالت النتيجة تعادل المنتخبين دون اهداف. صيبيح لأحمد الصغير لماجد، ياخذها حارس محمد لفلاح حسن، يشيلها هادي احمد لعادل خضير، يلعبها ويشيلوها دفاع منتخب المملكة وتطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق. وفي لاعب من منتخب العراق شقيق مصاب على الأرض وسلامات إن شاء الله يكون بالسلامة. فعلا قام اللي هو عادل خضير لاعب الوسط، إبراهيم علي لناظم شاكر يلعبها ويشيلها صالح النعيمة بالراس تطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق. ترمى لهادي أحمد ل
اي فيصل عزيز اللي بيرفعها ويقطع من سالة سالم مروان ويشيلها، وفي خطأ في خطأ في خطأ، لأن واحد محتك مع سالم مروان وخطأ عليه اللي هو حارس محمد، حسب الحكم خطأ عليه، يرجع الحكم المكسيكي مرة ثانية، لازم تقطع الكرة خارج المنطقة، اللعب لنيفاو يرجع لسالم، وسالم مروان لصالح النعيمة، أحمد الصغير قطع كرة يأخذها فيصل عزيز يلعبها يشيلها أحمد نيفاوي، عدنان درجال بالرأس ورمية التماس، وفي خطأ لصالح منتخب العراق، عدنان درجال بيرفع خطأ، حسين سعيد، وفي اثنين اصطدموا من الفريق العراقي، واحد يقول كفاية واحد تسلل، لكن لا صاروا اثنين متسللين. في تغيير الآن للمنتخب، سعود جاسم حينزل وماجد عبد الله يبدو أنه حيخرج، لأن أنا شايفه متأثر ماجد من الإصابة، ودعواتنا إن شاء الله أن الله يعافي ماجد وأن يعود مرة ثانية نجما ساطعا في دنيا الملاعب للمنتخب ولبلده ولناديه. وكان الحقيقة نتمنى من قلوبنا أنه ماجد أنه يواصل، لكن معليش الإصابة وحل الله أقوى، وإن شاء الله يعود مرة ثانية ماجد في المباريات القادمة حول الله في الدورات القادمة، والبركة في زملائه الباقيين من أفراد المنتخب الحبيب منتخب المملكة. عدنان درجال يلعب كرة قدام ما في شحد في صالح النعيمة، تروح كرته لعبها فيصل عزيز حسين يأخذها محمد عبد الجواد. احنا نحتاج الى اسلوب السرعة في الاداء والتمرير. حكم الاحتياطي يرفع اللوحة رقم 9 تعني خروج ماجد احمد عبد الله اللاعب البارز في منتخبنا اللي ان شاء الله نتمنى له الصحة والعافية والشفاء العاجل ليعود نجما في الملاعب كما بدأ. ونزل سعود والجماهير تحيي ماجد وسلامات يا ماجد، كلنا من قلوبنا نقول سلامات يا ماجد، إن شاء الله ما تشوف شر. إبراهيم علي يرمي رمية التماس لهادي أحمد، تطلع رمية التماس من هادي لصالح الجواد، لفادي مصبي خاطئ ياخذها هادي لعدنان درجال، يلعبها طويله قدام فيصل عزيز وبراسه يلعبها، لكن في التسلل تلعب لغراب، غراب يمشي من مربع رقم 6 الى مربع رقم 4 لاحمد، أحمد الصغير اليوسف، يلا يوسف من المصيبيح اليوسف مرة ثانية لسعود لمحمد عبد الجواد، يوسف لمحمد عبد الجواد مرة ثانية، يلا سريعة لكن تطلع ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. تبعا لخروج ماجد عبد الله حيتغير تشكيلة المنتخب، بمعنى أنه الآن يحاول يوسف خميس أن يساند الهجمة ويشكل ثلاثي مع سعود جاسم وأمين دابو، لأنه طبعا لما نلعب باثنين ما في شك أنه هذا حيكثف خط الوسط على حساب خط المقدم.
فلاح حسن حارس محمد بفلاح حسن أكرم التماس من التماس لصالح منتخب العراق. يرميها فلاح حسن لحسين سعيد يشترك مع أحمد نيفاوي ويطلعها أحمد رمية التماس لصالح منتخب العراق. إبراهيم علي اللي قلنا عمره 28 سنة ولاعب 57 مباراة دولية بيرمي رمية التماس وبشوتها أخيرا حارس محمد رقم 9 ويطلعها ضربة مرمى. حارس محمد أيضا لاعب من لاعبي منتخب العراق عمره 22 سنة ولعب 6 مباريات دولية فقط. أحمد الصغير محمد عبد الجواد أصغر لاعب في منتخبنا يلي فهد المصيبي. فهد أحمد الصغير المصيبيح لامين دابو لسعود ليوسف وفي خطأ. ليش يا إبراهيم علي شال وشيل وطيح يوسف حميس وفي خطأ لصالح المنتخب السعودي. إن شاء الله يثمر عن شيء هذا خطأ. شايف أحمد الصغير وشايف يوسف وكيف حيلعب هذا الخطأ لصالح منتخبنا. يوسف يلعبها للمصيبيح لكن سريعة، حركة جميلة وجيدة لو فعلا استثمرت بشكل جيد، لأنه كان مصورين الحيطة اللي عملت من دفاع العراق أنه رايح يلعب الكرة، لكن يوسف بذكاء مرر الكرة لفهد المصيبيح اللي تباطأ في استثمارها وانتهت إلى لا شيء. رعد حمود حارس العراق نطف كرة عالية قدام صالح جلية صالح وتروح لحسين سعيد ويطلع سالم مروان ويشتركوا الاثنين مع بعض وكرت أصفر لحسين سعيد كرت أصفر لحسين سعيد. ما في داعي، ليش الحكم يحميك يا حسين سعيد لكن تضرب سالم مروان؟ عينك لا ضربوا بيده وشفتوها يمكن الاحتياء الآن اللقطة في سلو موشن بعيد لكم الحركة نفسه. لاحظوا قاموا الاثنين ويوجه لكمة قوية. ما احنا في ملاكمة ابدا، احنا في ميدان كرة قدم وملاكمة مكانها في ساحة اخرى. كرة القدم تتطلب نوع من هدوء اللاعب ضبط اعصابه. اذا كان حارس المرمى احتك مع مهاجم او المهاجم اساء الى حارس المرمى في حكم يشوف يحاسب اللاعب المخطئ، لكن انت قوم تضرب بيد وبشكل متعمد ما في الشك انها ظاهره ما هي طيبه ونأمن انه لا تتكرر ونحن اخوه واشقاء في الملعب ولا نريد انه يلحق في منتخبنا ولا ايضا بالاخوه الضيوف اي ساء. في ضربة ركنية لصالح منتخب العراق لكن في واحد لاعب من منتخب العراق طايح على الأرض وقام مرة ثانية وسلامات اللي هو حسين سعيد. تلعب كرة قدام عبد الله تراب الحربي شيلها حسن فرحان لعدنان درجال وفي تسلل اثنين حسين سعيد مصاب على الأرض.
سلامات لحسين. والمباراة مضى منها 27 دقيقة و 26 ثانية ولا زالت نتيجتها التعادل بين المنتخبين السعودي وشقيقه العراقي بدون أهداف. أنا ودنا اليوم نشوف مباراة نظيفة، ما ودنا نشوف فيها ضرب ولا ودنا نشوف فيها عنف ولا ودنا نشوف فيها خشونة. المنتخب العراقي معروف بسمعته الدولية وكل لاعبينه مثلوا العراق دوليا وفي مرات كثيرة. منتخبنا أيضا بيقدم مباراة إن شاء الله تكون طيبة. حسين سعيد كان مرة ثانية وسلامات. يعرج شوي وصالح يلعب التسلل لأحمد نيفاوي قدام مسعود مع ناظم شاكر وفي خطأ من ناظم شاكر لصالح منتخب المملكة لأنه كان مشلت سعود جاسم من الخلف. ناظم شاكر رقم 4 أكثر لاعب في العراق وزنا. ناظم لاعب دولي كبير عندهم. أحمد الصغير شلال عدنان درجال السيبير يمين داب يلعبها وضعيفة. أول هجمة أول هجمة من الفريقين. دقيقة هجمة جيدة وكرة حلوة من أمين دابو. عدنان درجال ماشي لعبة طويلة قدام فلاح حسن لحارس محمد رقم 9 مع محمد عالجواد يقطعها ليوسف خميس. أمين دابو شيلها إبراهيم علي لكن ياخذها من جاب مرة ثانية لأحمد الصغير. حسن فرحان ويمشي ومتسلم حسين سعيد لصالح منتخب المملكة. يلعب التسلل صالح نعيمة يسيبها لأحمد نيفاوي يلعبها للغراب. غراب ماشي يلا ارفع ويلعبها طويلة قدام يشيلها ناظم شاكر. حسين سعيد هدأها ياخذها من أمين دابو يرجعها لخلف أحمد الصغير ياخذها من الغراب يمشي تلعب بالعرض لهادي أحمد اللي حارس محمد اللي موه يشيلها منه محمد عبد الجواد يلعبها وسريعة ورمية التماس لصالح منتخب العراق. ترمى لهادي أحمد لعادل خضير وسريعة وتصطدم في لاعب من منتخب المملكة طلع رمية التماس لصالح منتخب العراق الشقيق. ترمي عدنان درجال لفيصل عزيز. عدنان يرفعها لإبراهيم علي يلعبها براسه وتطلع ضربة مرمى لصالح منتخب المملكة. لعبها سالم مروان صالح نعيمة صالح لسالم محمد عبد الجواد سيارة تنقطع يشيل محمد عبد الجواد ليوسف خميس لسعود ياخذنها ناظم شاكر لحارس محمد لعبها طويلة لحسين سعيد مع صالح النعيمة وصالح يلعبها لسالم مروان بيده سالم محمد عبد الجواد لعثمان مرزوق أحمد الصغير عثمان محمد عبد الجواد صيبيح يوسف له مرة ثانية وشتها يوسف
هم المدرجات مع يوسف حميد في الكرة هذه، وتنتهي إلى ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. شوف الأحوال هنا مستقيم، إشاد وعالية بلاش. رعد حمودي وعلى أصوات الطبول والأعلام الخضراء ويترفرف في المدرجات يلعب منتخبنا اليوم. ومدري فاوي يشيل الكرة مع فيصل عزيز راب، وتطلع حمية التماسي صالح منتخب المملكة، ترميها عبد الله غراب. عبد الله غراب يقول الحكم الكرة هذه فاوي، يقول له لا الحكم لا، رمية التماس برمية الأمني فاوي. تطلع رمية التماس المرة هذه لصالح المنتخب العراقي الشقيق. برمية عند نادي الرجال لناظم شاكر، طويلة قدام لفلاح، ياخذها عادي احمد، تضيع تروح للغراب، يلعبها لسعود وناظم شاكر ويطلعها رمية التماس. شوفوا ما شاء الله ناظم شاكر هذا على انه جسمه كبير، الا انه عمره 22 سنة ولعب 24 مباراة دولية. يمكن قريته في الصحف انه وزنه ما شاء الله 93 كيلو، ومع هذا خفيف ومتحرك ولياقته جيدة. رمية التماس لصالح منتخب العراق، ترمى فيصل عزيز، هادي، عدنان درجال، هادي أحمد، إبراهيم علي، حارس محمد، إبراهيم علي، ناظم شاكر، زمان مرزوق يشيلها، صبيح، ناظم شاكر يلعبها وتطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق. يسيبها ناظم شاكر لإبراهيم علي، تطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة. الحكم هذا المكسيكي عمره 43 سنة، بدأ التحكيم سنة 63. المباريات اللي حكمها دوليا 70 مباراة، وكان حكم أيضا في كأس العالم وفي نهائي الأولمبياد. محمد عبد الجواد، صالح النعيمة، يوسف خميس، محمد عبد الجواد، أحمد الصغير، عثمان صيبيه، سعود أمين دابو، لكن شيلوها الدفاع. انتبه حسين، تسلل حسين سعيد. منتخبنا اليوم بيطبق مصيدة التسلل لمهاجمي العراق، عارفين سرعة فلاح حسن ومهارة حسين سعيد، علشان كذا يمكن المدرب لاجل طريقة مصيدة التسلل نجحت حتى الآن. راب سيبيع، راب لعب أرضية، يا سلام يا سلام. أبنى بادي يضغط ويوصل للمرمى، هنا لاحظوها بالبطيء، عادة راب أرضية وسليمة ماشية، وشاد ورعد حمودي شلكر. لعب كرة شلون العراق، حسين سعيد لعبها وخاطئ، يشيل مصيبيح، يسيبها ليوسف خميس، يوسف ماشي يلعبها، ما في شحد، في عدنان درجال اللي رعد، عدنان درجال ماشي يلعبها لعادل خضير، عادل خضير لهادي أحمد، هادي أحمد إبراهيم علي،
ابراهيم علي طويله، شيل احمد نفاوي، تروح الحارس محمد لعادل خضير لفلاح، لكن ما يستفيدوا منها وتطلع ضربه مرمى لصالح منتخب المملكه. سبعة وثلاثين دقيقة من الشوط الأول لمباراة منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب العراق، ولا زالت النتيجة تعادل المنتخبين بدون أهداف. مدني فاو محمد عبد الجواد الصيبيح يلعبها ويشيلها إبراهيم علي لحارس محمد، ماشي حارس محمد لعبها لحسين سعيد يضيع منه ياخذها مرة ثانية لفلاح لحسين سعيد وماشي يرجع أحمد الصغير يرجع الكرة للخلف لسالم مروة. سالم بيده لأحمد نيفاوي لصالح النعيمة لأحمد الصغير لمحمد عبد الجواد، إبراهيم علي قبله شيله محمد عبد الجواد، يوسف خميس تنقطع ياخذ احمد الصغير لمصيبيح ترجع لمحمد عبد الجواد ياخذها يوسف خميس مصيبيح عثمان مرزوق بشوطه خاطئه وتطلع كره ضربه مرمى لصالح منتخب العراق. الجو غايم وانا شايف ان شاء الله مع هذا الجو ننتظر الخير والغيث وننتظر ان شاء الله ايضا النتيجه الطيبه والمشرفه لمنتخبنا. نيفاوي يقطع الكره بالراس عدنان درجال، نيفاوي صبير سعود ناوم شاكر قبله وفي خطأ لصالح منتخب العراق. حسن فرحان كابتن منتخب العراق عمره 28 سنة لعب 75 مباراة دولية لعب كرة. أحمد الصغير عثمان مرزوق شيل عادل خضير لفيصل عزيز، عادل خضير مرة ثانية يحاول يمر لكن ما يمر من عثمان يقطع كرته يلعبها لمصيبيح ليوسف، يوسف يلعبها لأمين دابو مع عدنان درجال يفوت منه ماشي ماشي وتعرقل أمين دابو وخطأ لصالح منتخب المملكة. مين دابو تعرقل من عدنان رجال رقم اثنين اللي حاول انه يطوف منه وياخذه فعلا وكاد انه يطوف لكن تعرقل وفي خطأ لصانع منتخب المملكة. ان شاء الله يستثمر استثمار جيد ويثمر عن هدف واحمد الصغير يصلح كرة ومن مربع رقم اثنين واربعين دقيقة واحد واربعين الان لا زالت نتيجة تعادل. عب احمد شيل عدنان درجال ترجع لأحمد الصغير مرة ثانية ويشوتها وعالية والمين جهة محمد عبد الجواد، محمد عبد الجواد يحاول يهدئ الكرة يهدئها فعلا ليوسف لمحمد عبد الجواد مرة ثانية ويفوت محمد عبد الجواد وتطلع كرة رمية ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. إبراهيم علي حارس محمد، إبراهيم علي مرة ثانية، حسن فرحان، عدنان درجال طويلة قدام لفلاح حسن، شيل أحمد نيفاوي ومن راسه رمي التماس لصالح منتخب العراق. عدنان درجال ترميها
ياخذها فادي مصيبيح، ياخذها نافل شاكر، لعبها لعدنان درجال، طويله تلعب لحسين سعيد، ويشيلها سالم مروان بيده بعد ما دخل على حسين سعيد. سالم مروان لأحمد نفاوي، اشترك مع محمد عبد الجواد وخطأ على حارس محمد من العراق. خذ كرة أحمد نفاوي، يلعب الخطأ لعثمان مرزوق، لأحمد الصغير، يلعبها وخاطئة ورمية التماس لصالح منتخب العراق، رمية إبراهيم علي، ناظم شاكر، عادل خضير، لفلاح حسن، لعبها ما في شحن في يوسف خميس، محمد عبد الجواد، يوسف خميس مع ابراهيم علي طلعها حمية التماس. محمد عبد الجواد لعثمان، محمد عبد الجواد في خطأ على حارس محمد من العراق لصالح محمد عبد الجواد من المنتخب، مربع رقم واحد، يلعب محمد عبد الجواد لأحمد الصغير وحيشوت أحمد. فين يا أحمد؟ كرة زي هذه المفروض تتأنى فيها وتهدأ فيها، تحاول يا تلعبها صح للمرمى يا تلعبها صح لأحد زملائك. معليش، رعد حمود، حكم مكسيكي، رجع كرة وثبتها. فيه هوا في المباراة، الهوا لصالح منتخب العراق في هذا الشوط. في التسلل على عادل خضير، صالح نعيمة في هوا، واشتد الهوا الآن والشوط انتهى، الشوط الأول انتهى وقت الأصلي. وأحمد نفاوي مع الكرة، لعبها لصالح، الهوى طبعا زي ما قلت كان لصالح منتخب العراق، ويترك الحكم المكسيكي صافرته معلنا نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب المملكة العربية السعودية وشقيقه منتخب العراق بتعادل المنتخبين بدون أهداف. وأترك الميكروفون الآن للزميل الأستاذ محمد الرشيد. كرة في هذا الشوط رسالة منتخب العراق الشقيق، كرة سنتر لهادي، نزار أشرف قدام، تلعب لفيصل عزيز مع الغراب وسريعة وتطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة. سالم مروان صالح النعيمة كابتن المنتخب، أحمد نيفاوي، محمد عبد الجواد، كل منتخب الآن من المنتخبين استبدل تغييرا واحدا، يبقى لكل منهما تغيير واحد فقط. أحمد نفاوي لصالح، والهواء زي ما قلت لكم قوي وشديد ولصالح منتخبنا في هذا الشوط. راب اللاعب يشيل عثمان مرزوق، سيبيه ياخذها هادي أحمد، عادل خضير، هادي أحمد، عادل خضير يلعبها وتطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق، يرميها عادل خضير،
لعدنان درجال، لهادي أحمد، لفيصل عزيز، حاول يلعبها تضيع، يشيلها منتخب المملكة فهد مصيبيح، يوسف خميس، فهد مصيبيح ياخذها منه فيصل عزيز وماشي ويلعبها وضعيفة، مسكها سالم مروان، لعب نزار أشرف كرة لكن مسكها سالم مروان كانت ضعيفة. صالح النعيمة ماشي قرب الدائرة ويلعبها وسريعة، والمفروض أنه صالح وكل لاعب المنتخب يراعون قوة الهواء في هذا الشوط، يحاولون أنهم يلعبوا كرات قصيرة ما تكون قوية حتى لا يساعد الهواء في الخروج إلى خارج الملعب. هادي أحمد، فيصل عزيز ورمية التماس صالح منتخب العراق، ترمى لحارس محمد، نزار أشرف شيلها فلاح حسن، يلعبها فلاح حسن في الجول، وكرة جميلة جميلة من فلاح إلى المرمى، يمسكها سالم مروان بيده، سالم العثمان شيلها هادي أحمد لفيصل عزيز، لهادي أحمد، فيصل عزيز مرة ثانية لنزار أشرف مع الغراب، تطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة من جهة مربع رقم واحد، برميها الغراب لأحمد نيفاوي، أحمد طويلة قدام في إبراهيم علي من العراق، استقبلها على صدره سريعة، شوفوا الهواء، شوفوا تأثير الهواء وقوته، طلع الكرة هذه رمية التماس. اللعب ياخذوها منتخب العراق الشقيق، نزار اشرف يسيبها جميله لعادل خضير لكن ما انتبه، ياخذ احمد الصغير، احمد يلا يا احمد شد حيلك، امين امين دابو، مع عادل خضير يشيلها مصيبيح لاحمد الصغير، المصيبيح لاحمد الصغير، مشترك مع حسن فرحان وفي خطأ على أحمد الصغير وكرت أصفر على أحمد الصغير، بلاش يا أحمد زي كذا حتى لا تخسر ويصير عليك كرت ثاني، لأنه زي ما ينص نظام الدورة اتفق على أنه من يأخذ إنذاري يوقف مباراة واحدة، معنى هذا عندما يسجل إنذار على اللاعب يصير في حساسية له في مباراة أخرى أنه يأخذ إنذار آخر ويحرم منتخبه من مباراة اللي حيتوقف فيها. وحسن فرحان الحقيقة برضو ما يستاهل، كابتن منتخب العراق الشقيق ولاعب خلوق جيد، فيصل عزيز وفي خطأ لصالح محمد عبد الجواد، يلعب الخطأ لمحمد، العثمان لأحمد، لعبها خاطئ يشيلها هادي أحمد، عادل خضير لفلاح لنزار لكن يشيلها صالح النعيمة من دابو، لكن تروح من راس عدنان درجال لراعد حمودي، إبراهيم علي لراعد حمودي مرة ثانية، خمس دقائق ولا زالت النتيجة تعادل المنتخب بدون أهداف، فلاح حسن ومن راسه تطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة، برميها عبد الله عبيد الحربي، راب الصغير لأحمد الصغير مع فلاح حسن، تطلع كرة ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. حسن فرحان يشوت كرة طلعها رمية التماس،
ترمى. هادي شيلها محمد مرزوق، ناظم شاكر، محمد عبد الجواد يلعبها يشيلها هادي احمد، فيصل عزيز حارس محمد، فيصل عزيز مرة ثانية مع صالح النعيم يقطعها يلعب محمد عبد الجواد، عثمان مرزوق سعود، يوسف قطع، في خطأ لصالح منتخب العراق. يأخذ منتخب المملكة أحمد الصغير لامين دابو، يلعب يوسف، يلا يوسف، ويحب يشوتها لكن إبراهيم علي، وخسارة. كانت كرة حلوة يشيلها محمد عبد الجواد ويلعبها، يشيلها إبراهيم علي، تطلع رمية التماس. صالح منتخب المملكة ترمى وبترفع، يمسكها رعد حمودي حارس منتخب العراق، يرميها لإبراهيم علي، ناظم شاكر، طلع حسن، حسن فرحان، إبراهيم علي، وفي التسلل لصالح منتخب المملكة. أحمد نفاوي، محمد عبد الجواد، فهد مصيبيح، يوسف خميس اشترك مع إبراهيم علي، تطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة، برميها محمد عبد الجواد لأحمد الصغير، محمد عبد الجواد مرة ثانية يشيلها منتخب العراق، أحمد نفاوي، وتطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق، برميها حارس محمد، إبراهيم علي طويلة قدام، ما في شحد، في أحمد نفاوي مع فيصل عزيز يلعبها، يشيلها أحمد الصغير يلعبها وخاطئة، ياخذها حارس محمد لفلاح حسن لحارس محمد يلعبها وتنقطع، يشيلها مصيبيح يلعبها وقصيرة، وياخذها حسن فرحان وخطأ لصالح منتخب العراق. حسن فرحان بيلعب خطأ لفلاح حسن، صالح النعيمة يشيلها بالراس، فلاح حسن مرة ثانية، صالح النعيمة، صيبير شيل عادل صغير، ياخذها من دابو لعبد الله عبيد الحربي، عثمان مرزوق، احمد الصغير، عبد الله عبيد الحربي، غراب، غراب لاحمد، نفاوي صالح، والكرت الاحمر لعادل خضير، الكرت الأحمر وطرد إلى خارج الملعب. كرت أحمر طرد عادل خضير خارج الملعب، خلاص طلع الكرت الأحمر، عادل المفروض
ياخذ حاله خارج الملعب، وما في اي جدال مع الحكم، لان الحكم طبعا صعب انه يتراجع حتى لا تجدي المفاهمات. والشخص الوحيد اللي ممكن يتفاهم مع الحكم هو كابتن الفريق. عادل يخرج من الملعب، واحمد الصغير طايح على الارض وسلامات. أحمد الصغير قام مرة ثانية، وسلامات لأحمد. أمين دابو يرفعها، يشيل إبراهيم علي بالرأس. والمنتخب العراقي يلعب بعشرة لاعبين الآن، وفي تبديل لمنتخب المملكة، هيخرج أحمد الصغير، هينزل صالح خليفة. هادي أحمد، إبراهيم علي، ناظم شاكر، في التبديل أحمد الصغير خرج ونزل بداله صالح خليفة. ومنتخب المملكة استنفذ تغييره، والمنتخب العراقي يلعب عشرة لاعبين بعد أن طرد عادل خضير من الملعب. في خطأ على عدنان درجال، غراب يلعب الكرة لعثمان مرزوق، يرجع لسالم مروان. صالح النعيمة، عبد الله عبيد حربي، يمشي حسن فرحان، انقطع الكره، ياخذها يوسف ويشوتها وعاليه، وضربه مرمى لصالح منتخب العراق. ربع ساعة من الشوط الثاني لمباراة منتخب العراق ومنتخب المملكة، ولا زالت نتيجة المباراة تعادل المنتخبين بدون أهداف. طبعا كان احنا مطلعين وطموحين إلى أن منتخبنا يحقق نتيجة الشوط الأول والوقت اللي مضى من الشوط الثاني، لكن حتى الآن لا شيء، وما زال باقي نصف ساعة على نهاية الشوط الثاني. وزي ما قلنا العراق يلعب هذه المباراة ولديه نقطتان، منتخب السعودي هذه أولى المباريات له. عثمان مرزوق، صالح خليفة، يوسف خميس، يشيل عدنان درجال، فيصل عزيز يأخذها يوسف، يشيل أمين دابو، يفوت من هادي أحمد،
صالح خليفة سيبيح أمين دابو يلعبها يشيلها حسن فرحان تروح لغراب لأحمد نيفاوي منتخبنا بدأ ينشط وتلعب ويجري إبراهيم علي ويسيب الكرة تطلع ضربة مرمى لصالح منتخب العراق الشقيق. المنتخب إن شاء الله يقدمون مستوى طيب فيما تبقى من الشوط الثاني ويحققوا النتيجة. هذه أحمد وفي خطأ على المصيبيح عرقل هذه أحمد هذه يلعب الخطأ لعدنان درجال لفلاح حسن لناظم شاكر لفيصل عزيز شيل أحمد نيفاوي لغراب عثمان مرزوق ياخذ ناظم شاكر لكن تروح منه تروح ليوسف يوسف لمحمد عبد الجواد ويلعبها محمد عبد الجواد وحلوة وقوية لكن ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. محمد عبد الجواد تاع الكرة ناظم شاكر خلصها بالراس يشيلها هذه أحمد لنزار أشرف معاه أحمد نيفاوي وخطأ عليه لصالح منتخب العراق عدنان درجال هو اللي حيلعب الخطأ هذا لعب عدنان درجال طويلة جهة فلاح تطلع رمية التماس لصالح منتخب المملكة يرميها محمد عبد الجواد لصالح النعيمة يسيبها لسالم مروان أعطى الفريقين قل عن مستوى الشوط الأول كان في الشوط الأول أنشط صالح مع الكرة يمكن لو يجي هدف يشعل المباراة أمين دابو يلا أمين يشوتها من دابو روح ليوسف ويحاول يشوتها لكن يخلصوها العراق وخطأ على أحمد نيفاوي رجع الحكم الكرة عشان تثبت قبل ما تلعب وحسن فرحان كابتن منتخب العراق يلعب خطر طويل لنزار أشرف ياخذها صالح نعيمة شيلها ناظم شاكر ضيع منه إبراهيم علي حارس محمد هادي أحمد صالح خليفة ولمسة يد علي لصالح منتخب العراق لعبها هادي محمد قدام الفلاح حسن ما يحصلها وتطلع كرة ضربة مرمى لصالح منتخب المملكة بيلعبها سالم مروان صبيح غراب صالح أمين دابو هادي يخلصها قبل ما توصل صالح خليفة وتطلع رمية التماس صبيح يوسف شيلها هادي أحمد قدام يلعبها حارس محمد تطلع رمية التماس من راسه لصالح منتخب المملكة بين محمد عبد الجواد تمام مرزوق بعد مصيبيح
تمام مرزوق، تروح المصيبيح، يوسف، إشاد، شوت عثمان عالية وقوية وضربة مرمى لصالح منتخب العراق. حسن فرحان حيلعب ضربة المرمى، الحكم يقول لا تأخر اللعب، إذا أخرت اللعب أعطيك كرت أصفر. في خطأ صالح منتخب العراق الشقيق. عدنان درجال يلعب الكرة طويلة قدام الفلاح، راب يشيلها، عثمان مرزوق ياخذها، ناظم شاكر، احمد نيفاوي، سعود، يجي ابراهيم علي ويجري يوسف خميس ويرجعها ابراهيم علي لرعد حمودي. رعد طويله قدام محمد عبد الجواد، السلة تروح ليوسف، شيلة نزار أشرف لهادي، لعدنان درجال، حسن فرحان، إبراهيم علي، شيلة صالح خليفة، يلعبها للغراب، لأمين دابو، للغراب مرة ثانية ويشيلها ناظم شاكر، دبل كيك لهادي أحمد، لفيصل عزيز، لنزار أشرف، يشيلها منه عثمان مرزوق، لغراب يأخذها نزار أشرف، يلعبها لفلاح حسن وقدام لحارس محمد مع محمد عبد الجواد، يلعبها ليوسف خميس وعلى صدره يسلمها لمصيبيح، ومصيبيح لعثمان، عثمان لمحمد عبد الجواد، صلح مصيبيح، يلعبها لامين دابو وشوتها وفين، حرام يا امين، كورة زي هذه هدي نفسك واضبط إيجادة مثل الفرص دي، معليش لأن هذه الفرص ما تعوض، لما تتهيأ فرص زي كذا لا تعوض مثل هذه الفرص اللي المفروض أنها تثمر شيء. عندما نقول أنه اللاعبين مهاجمين يضيعون، طبعا إحنا لا نقسو ولا نريد أن نسيء إليهم، بالعكس إحنا من باب العشم في أنه ما يضيعون أي كورة، ومن باب التأسي أنه ما تضيع أي فرصة لمنتخبنا. رعد حمودي، فيصل عزيز، فلاح، وفي خطر لصالح منتخب المملكة، بتلعب محمد عبد الجواد، رفعها، يشيلها هادي أحمد، فيصل عزيز، ترجع لفهد مصيبيح، محمد عبد الجواد، فهد مصيبيح ومعه إبراهيم علي، وتطلع ضربة مرمى لصالح منتخب العراق الشقيق. 26 دقيقة وست ثواني وما زالت النتيجة تعادل المنتخبين السعودي والعراقي بدون أهداف. المنتخب العراقي كما قلت لكم يلعب الآن بعشرة لاعبين بعد أن تم طرد عادل خضير. صالح خليفة لعثمان، عثمان لمحمد عبد الجواد، الكرة تقريبا حتى الآن لا خمس دقائق في منتصف
ملعب المنتخب العراقي يوسف سعود تلعب وتطلع رمية تماس ترمى لصالح منتخبنا عثمان مرزوق اللي بيرفعها شيلة ناظم شاكر لغراب تلعب قدام شيلة أحمد نيفاوي ينقض ويندفع ويشيل الكرة هذه ويطلع رمية التماس تصطدم في لاعب عراقي بترمى يمين دابو ياخذها عدنان درجال يرجعها للخلف ل رعد حمودي وفي التغيير الان رقم 9 من المنتخب حارس محمد حيخرج حينزل رقم 3 من منتخب العراق ناطق هاشم في لاعب المنتخب العراق مصاب وسلامات ان شاء الله يقوم بالسلامه اللاعب اللي يصيب هو حارس محمد اللي كان مقرر انه يخرج ونزل بداله ناطق هاشم وهذا هو التغيير الثاني لمنتخب العراق اللي استنفذ تغييره غراب نفاوي غراب ورمي التماس لصالح منتخب العراق عفوا ضربة المرمى لصالح منتخب عراقي رعد حمودي كرة الهواء يغيرها لعبة طويلة رعد حمودي قدام فيصل عزيز غراب يشيلها أمين دابو ناطق هاشم رجعها الرعد حمودي كرة صعبة يرجعها وكان الهواء قوي معها حسن فرحان وبهدوء الواثق يرجع كرة لرعد حمودي اللي بيلعبها عالية قدام تروح كرة لفلاح حسن وفي خطأ على أحمد نيفاوي حسن فرحان هو اللي حيلعب الخطأ لعبه ويهدئها عثمان مرزوق لفهد المصيبيح فهد المصيبيح يلعبها وسريعة وتطلع رمية التماس لصالح منتخب العراق عند رجال فلاح حسن شيلها منه أمين دابو في خطأ على أمين دابو لصالح لصالح منتخب العراق يلعب عدنان درجال طويلة قدام عدنان درجال عثمان مرزوق صالح خليفة صيبيح صالح يوسف صالح النعيمة محمد عبد الجواد يرفعها محمد عبد الجواد ويلعبها أمين دابو تلامس الشبكة من الخارج وتطلع ضربة مرمى لصالح منتخب العراق
حمود يلعب الكرة قدام، يناطق هاشم، فيصل عزيز، وخطأ على أحمد نيفاوي كان مندفع من الخلف. عدنان درجال هو اللي حيلعب الخطأ، كرة طويلة قدام، يشيلها محمد عبد الجواد لسعود ليوسف لفهد المصيبيح، تنقطع تلعب قدام حسن فرحان وينقض مع أحمد نيفاوي ويخلصها. برافو أحمد، كرة كادت أنها تثمر عن شيء، وحركة ذكية من لاعب منتخب العراق ناظم شاكر، ولعبة الحسن للقض، لكن أخيرا أنقذت الكرة وتطلع الآن رمية التماس لصالح منتخب المملكة. عبد الله غراب لعبها، أحمد نيفاوي، صالح النعيمة، وتلعب تنشاد يمسكها أخيرا رائد حمودي، يلعبها لناظم شاكر لرائد مرة ثانية. وتلعب طويلة قدام، ناطق يشيلها قدام، ياخذها المصيبيح، محمد عبد الجواد ياخذها منه، ناطق هاشم يلعبها لفيصل عزيز ومع الغراب، ماشي الغراب ويلعبها بالعرض وتعتلي القائم، وضربة مرمى لصالح منتخب المملكة. 34 دقيقة و4 ثواني وما زالت النتيجة تعادل المنتخبين بدون أهداف، وسالم مروان يلعب كرة صالح النعيمة، وصالح النعيمة الفهد المصيبيح، لسعود انقطع كرته، ياخذها عثمان لسعود مرة ثانية، لمحمد عبد الجواد، يوسف خميس تلعب ويشيلها ناظم شاكر ويطلعها رمية التماس. رمية التماس لصالح منتخب المملكة، والهواء شديد في هذا الشوط ولصالح منتخبنا. تلعب كرة بالعرض، ناظم شاكر يشيلها، تروح لعثمان مرزوق، خلصها حسن فرحان، هادي أحمد، فلاح حسن، ماشي فلاح لهادي أحمد، يلعبها هادي من جنب القائم، وضربة مرمى لصالح منتخب المملكة. منتخب العراق الشقيق الحقيقة هاجم في كرتين كانت خطيرة، واحدة مع فيصل عزيز والثاني اللي قادها فلاح حسن مع زميلي هادي أحمد، كانت لا شيء. صالح خليفة يلعب كرة لأمين دابو، يلا أمين، وماشي أمين دابو يلعبها وتصطدم مع ناظم شاكر وتطلع ضربة ركنية لصالح منتخب المملكة. كرة حلوة ويندفع فيها أمين ويندفع فيها أيضا ناظم شاكر، تنتهي إلى ضربة ركنية لصالح منتخب المملكة. يرفع الضربة الركنية الآن صالح خليفة، يرفعها صالح، شباب دفاع العراق هادي أحمد، ويلعبها تجي عند سعود وتلعب ويخلصه يوسف وشتها، يا سلام، يا جول، جول، هدف
يوسف، هدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 36 و52 ثانية. هدف 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 هدف، يا سلام يا سلام يا سلام. المدرجات والأعلام الخضراء ترفرف، والجول بالإعادة البطيئة، يا سلام. لاحظوا الكرة هذه كيف عند يوسف، يصلحها سعود ويلعبها يوسف وفي الهدف، وكرت أصفر يسجل على يبدو أنه محمد عبد الجواد. هنا في عادة للهدف اللي سجل، ويشيل الدفاع الكرة يخلصها قدام، ورعد حمود يمسك كرة، عبد الله عبيد الحرب يخلص كرة لأمين داب، ورمية تماس لصالح منتخب العراق. المدرجات المدرجات تهتز، ليش؟ منتخبنا اللي حقق النتيجة الآن. حسن فرحان يلعب كرة طويلة قدام، ورمي التماس لصالح منتخب العراق. ناطق هاشم، وضربة ركنية لصالح منتخب العراق من جهة مربع رقم 2. بترفع وتطرح من عبد الله غراب طويلة قدام، يشيلها حسن فرحان بالراس، ياخذها سعود لامين دابو، استلمها ابراهيم علي، لعبها قدام ياخذها عثمان مرزوق، وشوت عثمان، يا سلام يا عثمان يا سلام. كورة صاروخية قوية من عثمان مرزوق، ويراعد حمودي بصعوبة يطلعها ضربة ركنية. شوفوا كيف صعب. المدرجات الحقيقة كلهم الجماهير واقفة، قلوبها تهتز طربا، أيديها تلتهب بالتصفيق الحاد للمنتخب اللي اليوم رفع سمعة الكرة السعودية. صالح، وتطرح أخيرا ضربة مرمى لصالح منتخب العراق. رعد حمودي لعدنان درجان، لعبها قدام لفلاح، تطلع رمية تماس لصالح، منتخب المملكة غراب يرميها، عثمان مرزوق، صالح خليفة، شيلها عدنان درجال، تطلع رمية تماس، رمية عبد الله غراب، ناخذها ناطق هاشم، نشيلها احمد نيفاوي، تطلع رمية تماس لصالح منتخب المملكة، والمباراة
بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة. الآن إحنا في الدقيقة 42 ويلا يا الأخضر، وفي خطأ في خطأ كمان لصالح منتخبنا. شوفوا المدرجات، شوفوا حلاوة الفوز ولذة الانتصار. رمي التماس، صالح منتخب المملكة أمين دابو، صالح خليفة، يمشي أمين دابو في الكرة، في خطأ على هادي أحمد، وأمين دابو على الأرض، سلامات، إن شاء الله يكون بالسلامة. صالح خليفة صلح كرة عشان يلعب الخطأ، دقيقة 43 الآن. لعبها وترجع له مرة ثانية، عندك غراب. شير كرة حسن فرحان. لعبها قدام ما في شحد. يبدأ يهاجم يوسف. وشوت يوسف، كرة حلوة، يا سلام يا يوسف، يا سلام يا أبو يعقوب، يا سلام. كرات الحلوة والقوية اليوم يوسف يقول أبدا اليوم بارز، واحد من النجوم يوسف خميس، حقق هدف وصنع انتصار، حقق الكرة الثانية اللي كادت أنها تكون هدف، لكن طلع ضربة ركنية وهو اللي حينفذ. عثمان مرزوق وشوته عالية من فوق القائم. شوف الكرات كيف بدأت تنهال على مرمى منتخب العراق. ناطق هاشم، ناظم شاكر، يلعبها قصيرة يشيلها صالح خليفة لأمين دابو، في خطأ على ناظم شاكر لصالح منتخب المملكة. السلام، هدف واحد لمنتخب المملكة حتى الآن لا شيء للعراق. سجلوا النجم يوسف خميس، ناطق هاشم، شيل محمد عبد الجواد، ناطق هاشم، هادي احمد، فلاح، هادي، شيلها صالح النعيمه، ورمي التماس لصالح منتخب العراق، وانتهى، انتهى الوقت الاصلي للشوط الثاني، والنتيجه حتى الان 1 لمنتخبنا لا شيء للعراق. سجلوا يوسف خميس في الدقيقه 36، وعدنان دجال رمي التماس لحسن فرحان، يلعبها شيلها أمين دابو، حسن فرحان، ورمي التماس لصالح منتخب المملكة. ما عاد باقي إلا أنه وكرت أصفر وإنذار لأمين دابو على أساس أنه أخر اللعب، يعطي له الحكم كرت أصفر. أنا أقول الكروت الصفراء خطيرة على اللاعبين. صالح خليفة ماشي يلعبها بالعرض، ناظم شاكر لرعد حمودي حارس المرمى، ويطلق الحكم صافرة معلنة نهاية هذه المباراة الكبيرة والقوية بفوز منتخب المملكة العربية في السعودية الحبيبة بهدف واحد سجله يوسف خميس. ألف مبروك لكل مواطن سعودي، ألف مبروك لكل مسؤول في هذا البلد، ألف مبروك لقيادة هذا البلد في هذا الفوز الكبير لمنتخبنا في أولى مبارياته ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية.